أهلا وسهلا فيكم على قناتي على اليوتيوب، قناة أمارس فود. طبقنا لليوم هو طبق البيف ستروغانوف. قبل ما نبلش، إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة بحب ذكركم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، تدعموني بزر الإعجاب وتكون لي تعليق بخانة التعليقات، وتتابعوني على قناتي على الإنستغرام أمارس فود. رح نبلش نحضر طبقنا لليوم سوا. عندي لحم عجل مقطع بهي الطريقة، علبة فطر، بصلتين مقطعين بشكل طويل، معلقة خردل، 4 معالق من الزبدة، ملح، فلفل أسود، نص كوب من مرق اللحم، معلقة من الطحين، وكوب من الكريمة المخصصة للطبخ. أول شي رح سخن المقلة كتير منيح قبل ما أضيف الزبدة. بعد ما دابت عندي الزبدة وسخنت بشكل منيح، رح أضيف نص كمية اللحم، ومهم جدا انه الغاز يكون على العالي. رح اقلي اللحم منيح، ومهم جدا اني ما اضف لاي شيء، لا ملح ولا بهار، انا رح اضيفهم بس حضر الكريمه. هلا رح اشيل اللحمه مع المي تبعيتها. انا المي اللي طلعت منها رح استخدمها بعد شوي، ما رح اكب. هلأ بنفس المقلة رح سخن شوية زبدة كمان، ورح قلي البصل. البصل هلأ مع الزبدة رح ياخدوا كل النكهة اللي تركتها اللحمة. بقليهم شوي لحتى تتدبل البصل وتغير لونه، بعدين رح ضفلها الفطر وارجع قليهم مع بعضهم سوا. إذا عندك فطر طازج بيكون كتير أحسن، أنا للأسف ما كان عندي، فاضطريت إنه أنا أستعمل الفطر المعلب. وهلأ رح أضيف معلقة الطحين وقلبها وقليها منيح مع البصل والفطر. وهلأ رح نضيف مرق اللحم وبخليه يغلي شوي. وهلأ رح احط معلقة من الخل، بتعطي طعم كتير طيب للرز. بعد ما غلي مرق اللحم رح اضيف الكريمة عليهم. وهلأ ضفت اللحمة، بتركها تغلي شوية تقريبا شي 5 دقايق لحتى تتسبك منيح، وبعدين بطفي عليها وبتكون صارت عندي جاهزة. أنا رح أقدم معها هالخضار المقلاية، عم قليهم بالزبدة، ضفت عليهم بس ملح وشوية بهار أسود. رح قليهم شوي، بعدين حط لهم شوية زيت زيتون ورح شيلهم. طبقي هيك صار جاهز، قدمته مع الرز الأبيض والخضار المقلاية، وكتير طيب.
ما بياخد مننا وقت ابدا، وكتير وصفة سهلة وسريعة، وهذا طبق عالمي دايما بيقدمونا اياه بأحلى المطاعم. بتمنى انه وصفتنا لليوم تكون عجبتكم، وما تنسوا اذا عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب. شوفكم بكرة بوصفة جديدة. الله معكم حبايبي.